الحمد لله النهاردة بتثبت لنا القوات المسلحة المصرية أنها بصراحة كانت في الموعد وكانت على قدر المسؤولية، حيث حكم القضاء العسكري بالسجن المؤبد على ضابط مدينتي زياد حسام الدين. من المقرر أن يقدم المتهم زياد حسام الدين طعنا أمام محكمة الطعون العسكرية بعد 60 يوم من توقيعه على إعلام الحكم. هنا بقى هنا سأسكت قليلا. هو جماعة الأحكام العسكرية فيها طعون ولا ده مع المدنيين والعسكريين حاجة تانية؟ أنا بطرح سؤال هنا. هل لما الأستاذ المتهم المجرم يقدم الطعن، هل ده معناه أن الطعن ممكن يقبل؟ فمثلا بعد الحكم بالمؤبد نلاقيه تم تخفيف الحكم لعشر سنين أو خمس سنين؟ هل الرئيس ممكن أن يتدخل ويصدر عفوا رئاسيا عن هذا المتهم؟ يعني هل القانون العسكري فيه الكلام ده أن القائد الأعلى ممكن يتدخل؟